السلام عليكم خوتي خواتاتي، تنشكركم بزاف على التعليقات الزوينه، وتنشكرك اختي حوريه اللي عندها قناه في اليوتيوب وراه دخلوا عندي شحال من واحد من طرفك، تنشكرهم حتى هما واللي دخل قناتي متواضعه. تنشكركم كاملين، الله يشافي الجميع والله يوقف مع الجميع خوتي خواتاتي. شنو نقول لكم، هاد كورونا بنتي راه ولات شويه لاباس الحمد لله والشكر لله، انا مازال باقا شويه الحمد لله. المهم انا كنشرب فيتامينات، هادي هانتوما ديال الاسبرينا، كنديرها مع الحامض، كنعصر حامضه وحده وكندير 4 حبات كنديرها في الميكرووندا وكنشربها 3 ايام كنشربتها الحمد لله، مابقاش عندي يعني ما كنتخنقش الحمد لله والشكر لله. عيطت لهم في التليفون خرجوا لي في الاول غير باراسيتامول، هادي كنشربها كل 8 سوايع الحمد لله. هادي كندكر كل شهر حقاش ما عنديش المعدة، هادي كندكر كل شهر حقاش ما عنديش المعدة كما كتشوفوا هي هادي مع محبوسة ما دكيتهاش، راني خلاوها في كورونا حابسني ما نخرج ما نضرش. مني سميتو كنشرب باراسيتامول عيطت لهم خرجوا لي هادي فيها 3 حبات شربتها 3 ايام ها هي. وهادي حبوب اللقاح كنديرو مع الماء دافي وكنبقى نشربو يوميا، تا هو فيتامينات. واش جات فيا هاد الفيتامينات جات راسي حقا ضروري خصني نعاون راسي حقا المناعة عندي قليلة. واش جات هاد الفيتامينات تا هما هما كيما كتشوفو، حقا انا اصلا ما عنديش المعدة، محيدين ليا المعدة ومحيدين ليا السوفاغو يعني كدوز ليا الماكلة من الجنب. وباقا عندي تا هادي ديال الكيميو ها هي كيما كتشوفو، ها هي ها هي ديال الكيميو، هيا باقا فيا مازال ما حيدتهاش، مازال كندير الكونترول. فنقول لكم هادي راه كل 15 يوم هيا يلاه جبت وحده داخله في السوبر، هما باقيين جوج شفتهم، كل 15 يوم كنشرب وحده وكندك هادي وعاد كنشرب هادو. هادي خديتها تا تقاسيت بكورونا، تا تقاسيت بكورونا عاد خديتها هي وهادي. ملي عيطت لهم كانت عندي الكحبه خرجوا لي جوج سيروات ها هما كنشربهم 3 مرات في النهار، لقيت عليهم راحتي. واش غنقول لكم اخوتي، الله يشافي كل واحد وشكرا على التعليقات الزوينه. واش غنقول لكم، راني شحال اختي راه قلتها ليها مسكينه راها جات وهي اللي كتسخر ليا وهي اللي كتقدر ليا، لحقاش حتى واحد ما يعتقك في هاد الغربه هادي، حتى واحد ما يتسخر لك، حتى واحد ما يوقد لك الشغل. والحمد لله والشكر لله، مسكينه جات من فرنسا هي وليداتها معذبه وها غتبدا الخدمه وداكشي، ولكن الحمد لله تخلعت عليها مسكينه وراها جات هي اللي كانت بيا، لحقاش ولدي ما كيعرفش الطوموبيله بلا ما كايناش الله يحسن العون. لحقاش عيطت لشحال من واحد وناس ناس سلفتهم وقفت معاهم ما عقلوش عليا وكلشي، عيطت لهم بغيت غير الدواء والله ما بغاو يجيبوه ليا، ما بغاوش يجيبوا لي الدواء، علاش ما عنديش ما قادراش نخرج انا وما كاينش طوموبيل، وجات مع الحد والحد الفرماسي اللي تلعب سبرايت يكون ساده، خاصك تقلبي لا فرماسي المحلول. عيطنا ايوا واش نقول لكم، ولدي ما كيعرفش وما كاينش طوموبيل الحمد لله والشكر لله. وتنشكر اختي حوريه واللي من الطرف ديالها تابوناو عندي وشجعوني، نتوما عارفين هاد المرض السرطان خاتكم راه كدير كونترول، وتابوناو عندي كنقول لكم لوغوت في الفيديو تاعي. ورا مبقى ليا والو 4 ايام نخرج، وختي راها كاينه معايا حاليا، راه بقات ليا غير 3 ايام ومع 4 ايام وما نبقاش كونترول يعني ما نبقاش محبوسه. وغنديروا عيد الميلاد ولدها غيحضر هنايا ان شاء الله، من بعد نروحو لكم في اليوتيوب. واليوم تلاقيت واحد الخبر، بقات فيا واحد من صاحبتي اختها ماتت بكورونا، تا هي مسكينه باقا صغيره وخلاو ليها خلاتو ليا تصغر عندو 9 شهور الله يرحمها ويوسع عليها دقة القبور. واش غنقول لكم اخوتي، الله يشافي كل واحد ولا يوقف مع كل واحد. وشكرا دخلوا عندي وتابوناو عندي، واش نقول لكم شكرا بزاف، وشكرا اختي رشيده الحق جيتي لعندي وهي اللي كتقدى ليا وهي اللي معاوناني. وتنشكركم بزاف اخوتي خواتاتي، راه عدى الدنيا هادشي اللي غنقول لكم. وشكرا اللي دخل عندي، شكرا وشكرا اختي حوريه كنشكرك بزاف، والله يشافي اي واحد عنده السرطان. وهادشي اللي وريتكم، وها ميزان الحراره كنعبر بيه، وهادي ديال الكورونا تاتي كنعبر بها بنتي، تاهي راه عادها شويه ما بقى والو، انا باقا ليا 4 ايام وهادشي اللي عطا الله السوق. تابوناو عندي
مرحبا بكم في القناه ديالي الصغيره، وشكرا بزاف بزاف بزاف. راه منكم كنستافد ومنكم كندير القوه باش ما تفكرش المرض ديالي وربعه العمليات اللي درت. الله يشافي كل واحد ويوقف مع كل واحد يا رب.